السابعة مساء بتوقيت العاصمة مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. مفتي ديار ليبيا يدعو الذين يشتمون العلماء بأن يكفروا عن ذلك بالمساهمة في إصلاح حال المسلمين. في بنغازي الطيران الأجنبي الموالي لميليشيات الكرامة يشن 6 غارات جوية على منطقة وسط البلاد. منظمة الهجرة الدولية تؤكد غرق 128 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أن إخراج قيمة زكاة الفطر بالنقود جائز على الصحيح إذا كان هناك مصلحة للفقير. وجائز على الصحيح، واختاره كثير من المحققين والمدققين ومن أهل العلم، إذا احتاج الناس إليه وكان فيه مصلحة للفقير. ولا شك أن الآن هناك مصلحة حقيقية للفقير أن تخرج القيمة بالنقود، بل إن إخراج الأرز الذي لا يختلف عليه الآن بين العلماء وبين حتى بين الذين يجادلون في إخراج القيمة بالنقود أنهم يتفقون على أن الأرز يكفي. والأرز لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون الأرز في المدينة، فهو من باب إخراج القيمة، يعني الأصناف الخمسة فقط هي التي كان يخرج منها الزكاة في المدينة المنورة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإخراج الأرز وغيره من الحبوب هو في الحقيقة من إخراج القيمة، وذلك إذا قلنا إن القيمة لا تجزي معناها حتى الأرز لا يجزي، وهذا غير صحيح، وكاد العلماء يتفقون على أن هذه الحبوب كلها تجزي لأنها في معنى ما ورد به النص في حديث أبي سعيد الخدري. بل إن الشيخ ابن تيمية يعني يرجح هذا القول، بعد أن يذكر الخلاف في مذهب أحمد على أن فيه نزاع هل يجوز إخراج القيم من النقود مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز إذا دعت الحاجة واقتضت ذلك مصلحة للفقير، ثم قال وأعدل الأقوال هو هذا القول الثالث، أن إذا كان هناك مصلحة فإنها تجزي. ومن المصلحة يمثل هو نفسه المصلحة كان يطلبها الفقير ويراها أنها أنفع له. مفتي الديار الليبية أضاف أن اللجنة التابعة للدار حددت قيمة زكاة الفطر بقيمة 6 دينارات، وعلى الناس أن يأخذوا بتقدير واحد. ينبغي أن يأخذوا بتقدير واحد، لأن زكاة الفطر مقدارها واحد، هي صاع، هي 4 أمداد. ونحن نعلم الآن أن هذه الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر يسوقها واحد، واللجنة التي قدرت هذه القيمة هي أخذتها من متوسط الأصناف. قد يكون بعض الأصناف يعني تقل عن 6، وبعضها ربما حتى تزيد عن 6، فأخذت هي المتوسط، متوسط 4 أمداد هو يكون قيمة 6 دينارات، يعني متوسط من الأرز، لأن الأرز له ثمن والقمح له ثمن والتمر له، لو أردت أن تأخذها من التمر فقد تكون أكثر من هذا، والتمر هو من الأصناف التي تخرج منها الزكاة. لو أردت أن تأخذها من البر قد يكون أقل من 6 دينارات، لو أردت أن تأخذها من الأرز قد تكون هي 6 دينارات تماما. فما ينبغيش أن الإنسان ينتقي يعني الأردى والأقل والأرخص ويأخذ منه، وقد هو لا يأكله في شهر رمضان كثيرا. مثلا يعني إذا أردت أن تأخذ كما قلت من التمر فإنك ستدفع 10 دينارات أو أكثر حتى تصل القيمة، وذلك اللجنة كانت عادلة ومنصفة وأخذت المتوسط وهو مقدار 6 دينارات. فينبغي لا يلبس على الناس ويبقى يختلف الناس حتى في زكاتهم وفي صدقاتهم، لأن احنا ألفنا الاختلاف، أن كل ما يصدر شيء من الناس لابد أن يختلفوا عليه، فينبغي أن يتفقوا جميعا على 6 دينارات. وإذا كان هو لا يرى أن 6 دينارات يعني مناسب بالنسبة إليه عليه أن يخرجها من البر، عليه أن يخرجها حبا، إذا خرجها حبا فإنها تكفي لا شك في ذلك. وفي موضوع آخر، طلب أحد المتصلين في برنامج الإسلام والحياة من فضيلة المفتي
أن يصفح عنه بعدما كان يشتمه، فطلبه المفتي أن يكفر عن ذلك بالمساهمة في إصلاح حال المسلمين. نريد جواب، يعني نريد الشيخ صادق يكلمني شخصيا. السلام عليكم شيخنا. تفضل يسمع فيك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابني. الله يحييك يا شيخنا. أنا يا شيخ في يوم ما يا شيخ كنت أغتابك كثيرا، والله يا شيخ كنت أقول فيك كلام لا تقبله، لأنني كنت من هؤلاء القوم. يا شيخ أطلب منك أن تسامحني، لأني علمت أن لحم العلماء مسموم. يا شيخ سامحني أمام الناس. الله المستعان. من جهة حقي أنا شخصيا سامحتك وعفى الله عني وعنك، ولكن عليك أن تكثر من إصلاح الحال التي كنت يعني تعنيها بهذا السب، وهو أن تصلح حال المسلمين، لأن هذا الكلام هو لا يؤثر علي شخصيا، أنا ربما ينفعني الله به ويكثر من حسناتي، وعفوت عنك فيما أسأت إلي، ولكن أنت أسأت إلى وطنك وأسأت إلى المسلمين، وربما كثير من الناس قد ضلوا بسبب كلامك، فعليك أن تكفر عن ذلك بكثرة إصلاح أمرك والدعوة إلى الخير وإلى جمع الكلمة وإلى الحق وإلى نصرة المظلومين ورفع الظلم عن الناس، وبارك الله فيك وعفى عنك. من جهتها هابت دار الإفتاء الليبية المواطنين في ليبيا أن يتحروا رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وأوضحت الدار أن الرؤية تكون عند غروب الشمس يوم السبت القادم 29 من رمضان 38/400 هجرية، وأن يدلوا بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية كل في منطقته. ودعت دار الإفتاء المحاكم أن تفتح أبوابها في تلك الليلة لتلقي الشهادات وقبولها إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للشهادة. أكد مصدر مطلع من داخل مدينة بنغازي أن الطيران الأجنبي شن 6 غارات جوية على مناطق وسط البلاد حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء. المصدر قال أن القصف تركز على منطقتي الصبر وسوق الحوت مخلفا دمارا كبيرا في المباني، مؤكدا أن قوات مجلس الشورى لا زالت تحافظ على تمركزاتها. يشار إلى أن الطيران الأجنبي والمدفعية الثقيلة المساندة لحفتر تنفذ قصفا مستمرا على وسط البلاد منذ فترة طويلة. استهدفت قوات مجلس الشورى طوار بنغازي الثلاثاء دبابة نوعتي 55 تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر أثناء تجدد القصف العشوائي على منطقة وسط البلاد. هذا وقال مصدر من شورى الثوار أن لغما أرضيا استهدف دبابة وعناصر تابعين لميليشيات ما يعرف بالكرامة بمحور وسط البلاد، أدى إلى إعطاب الدبابة وسقوط جرحى في صفوف الميليشيات وفق الأخبار الأولية. قتل عنصر وأصيب 3 آخرون من ميليشيات مجرم الحرب حفتر في انفجار لغم أرضي بمحور وسط البلاد بحسب مصادر طبية بالمدينة. المصادر أوضحت أن القتيل والجرحى من منتسبي كتيبة 240، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالة حرجة. كما أكدت المصادر أن أكثر من 50 جريحا من ميليشيات ما يعرف بالكرامة يتلقون العلاج بمركز بنغازي الطبي منذ بدء العمليات العسكرية بمناطق شمال المدينة، بينهم حالة بتر أطراف. قال مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى الوسط عمر أن الأوضاع الأمنية بالمدينة تشهد استقرارا أمنيا تاما منذ عدة أيام. عمر في تصريح صحفي له أوضح أن الاستقرار الأمني جاء بعد تشكيل دوريات مشتركة بين كل من قوات مجلس شورى مجاهدي درنا ومديرية الأمن بالمدينة وانتشارهما في العديد من شوارع المدينة.
اختطفت ميليشيات تابعة لمجرم الحرب حفتر المواطن حمزة القطعاني وهو من أبناء درنة، ذلك حسب مصدر من المدينة. المصدر أوضح أن المختطف حمزة القطعاني غادر درنة وألقي القبض عليه في بوابة كرسة دون ما تقديم أي اتهامات وجهت له. وكانت ميليشيا تابعة لما يسمى بعملية الكرامة هجرت سكان مناطق محيط درنة ذوي الأصول الدرنوية في وقت سابق. تعهد الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية بما يخدم الاستقرار في المنطقة. وقال تبون أمام البرلمان الجزائري أن الحكومة متمسكة بمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول ومواصلة العمل الدبلوماسي لحل أزمات ليبيا ومالي والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، متعهدا بالبحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات. يشار إلى أن الجزائر احتضنت أكثر من مناسبة مؤتمرا لإدارة الحوار الليبي. هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الفرنسي جانيف لادريان في موسكو اليوم الثلاثاء الأوضاع في ليبيا بحسب ما أفادت به الخارجية الروسية. ذكرت الوزارة وفقا لروسيا اليوم أن اللقاء تناول الخطوات المشتركة لبناء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الآراء بشأن تسوية الأزمات الدولية الأكثر إلحاحا بما فيها الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وليبيا والصحراء والساحل والشرق الأوسط. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن فرنسا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أوروبا والعالم، مضيفة بأن هنالك تعاونا متعدد الأوجه في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين الطرفين. من جانبها أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا تحملت مسؤوليتها كدولة في مجال العلاقات مع ليبيا عبر فتح سفارتها وإقامة اتفاقيات مع الرئاسي المقترح والذي وصفه بالحكومة الهشة. جنتيلوني في تصريح صحفي له دعا أوروبا لبذل المزيد من الجهود بملف تحسين العلاقات مع ليبيا داعيا إلى إيجاد سياسة مشتركة تجاه أفريقيا. هذا وتحدث أيضا عن أزمة تدفق قوارب الهجرة نحو الجنوب الإيطالي قائلا إن المحادثات مع القبائل بالجنوب إضافة للعمل على تعزيز قدرة خفر السواحل الليبي قد أصبح يؤتي ثماره فعليا. ليبيا بعد أمل التغيير والتحول ها هي اليوم بعد أن سطى الانقلابيون على حلم أبنائها في العيش بكرامة فوق أرضهم ها هي تبحث عن مخرج لأزماتها التي شملت كل مناحي الحياة، تتلمس طريقها في ظل تدخلات أجنبية، ترى أن الحل لابد أن يكون إلا من خلالها. تأزم هو السمة العامة التي تعيشها ليبيا بعد سنوات من ثورة فبراير، وضع تجلت تأثيراته على كل مناحي الحياة واستغله كل الطامعين وأصحاب مشاريع السلطة والمال، والضحية دوما تنحصر في أبناء هذا الشعب الذي تأمل خيرا في ثورته. ولأجل حل هذه الأزمة السياسية التي يراها مراقبون كانت وفق خطة محكمة للقضاء على أي طموح لدى الليبيين لامتلاك زمام أمرهم وتقرير مصيرهم والاستفادة من خيرات لبلادهم، لأجل حل هذه الأزمة المفتعلة كانت هناك كثير من مبادرات أشهرها اتفاق صخرات الذي ومن عام ونصف وهو يثبت فشله، بل ويراه كثيرون سببا رئيسيا للتأزيم الذي تعيشه ليبيا اليوم. ولطالما سمعنا عن محاولات لفتح الاتفاق لإدخال تعديلات تضمن مطالب مجلس الطبرق أو تحقيق مزيد من مزايا للطرف دون آخر، ويبقى كل ذلك محكوما برغبة الدول التي صنعت هذا الاتفاق، فيشهد عليه ارتفاع العملة الأجنبية لتطحن الحياة اليومية للمواطن الذي نفذ صبره من السياسة والسياسيين. على الجانب الآخر كانت هناك مبادرات من قوى الثورة لعلها تلقى الدعم الذي يجعلها قابلة للتنفيذ، ومن أهم هذه المبادرات المبادرة الوطنية للحل السياسي والتي ارتكزت أبرز نقاطها على حل كل الأجسام السياسية الموجودة
وإحلال بديل لها، جسم جديد يشرف على مرحلة انتقالية جديدة. مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء أبدى تأييده لهذه الوثيقة بعد أن رآها أقرب المبادرات وأكثرها واقعية وحيادية، بينما لم يعلق على هذه الاتفاقات أي من الأجسام السياسية المتصارعة على الساحة. من جهة أخرى، يرى محللون سياسيون أن أي مبادرة لا تجد دعما دوليا أو إقليميا فإن تطبيقها يبقى في خانة الصعب إن لم يكن المستحيل، وهو ما يعيد النقاش للنقطة الأولى، وهو متى يستعيد الليبيون قدرتهم على تشكيل رأيهم الخاص بهم وإيجاد حل لمشكلتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية، أم أن روح الثورة وجذوتها التي ألهبت القلوب عام 2011 فقدت ليحل محلها ركون وخضوع لكل ما يأتي من الخارج. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير. في جبل نفوس اختتام المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن بمركز التكويتي. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. قالت منظمة الهجرة الدولية أن ما يقرب من 130 مهاجرا غير شرعي غرقوا قبالة السواحل الليبية عقب انقلاب قارب في البحر المتوسط. وقال الناطق باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جاياكومو أن ناجين من الحادث نقلوا إلى جزيرة الصقلية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، بينهم سودانيان ونيجيريان. في ذات السياق، بيّنت المنظمة الدولية أن قرابة 1900 مهاجر ماتوا غرقا في عرض المتوسط منذ بداية العام الحالي. بدورها، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيسيل بويلي عن 3 حوادث جديدة لقوارب المهاجرين التي تعبر البحر المتوسط عبر الساحل الليبي في رحلاتها الخطرة إلى الشاطئ الأوروبي. وقالت بويلي في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن أكبر الحوادث كانت لزورق مطاطي غادر ليبيا في 15 من يونيو، ثم انقلب القارب بعد ساعات من مغادرته، واستنادا على تصريحات الناجين وحرس السواحل الإيطالي أن القارب كان يحمل ما لا يقل عن 133 شخصا فقد منهم 129. وأضافت بويلي أن مياه المتوسط تشهد باستمرار حوادث لقوارب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى الشاطئ الأوروبي. من جهته، قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتوريلا يتعين معالجة الظاهرة العالمية للهجرة وفق مسؤولية دولية مشتركة. وأضاف ماتوريلا في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أنه ينبغي توجيه الاهتمام والتفكير قبل كل شيء
نحو الكثيرين الذين يصلون كل يوم إلى شواطئ إيطاليا على حد قوله. طلب الرئيس الإيطالي دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام القوي العمل المتواصل للقضاء على الأسباب الجذرية التي ترغم الكثير من الناس على الرحيل، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خيارات تتجاوز المساعدات بما فيها محاربة أسباب الصراعات والنزوح. مثل المتهم السعدي القذافي صباح الثلاثاء داخل محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الثانية بشأن النظر في قضيته المرفوعة ضده بتهمة قتل الرياضي بشير الرياني، وترأس جلسة المحكمة المستشار رمضان بلوط. وبعد التداول وسماع شهادة الشهود قررت المحكمة تأجيل الجلسة للحادي عشر من شهر يوليو القادم، وجاء إجراء التأجيل بناء على مطالبة دفاع المتهم بذلك، وذلك لإعلان باقي شهود نفي تنفيذ قرار المحكمة باستدعاء رئيس مركز باب البحر ورئيس قسم التحقيق بالمركز لسماع شهادتهم بالخصوص. هذا وكانت هيئة محكمة استئناف طرابلس قد قررت برئاسة المستشار نجيب القلاي الثلاثاء تأجيل الجلسة الأولى في القضية رقم 1365 للعام 2015 ضد المتهم البغدادي المحمودي، وتم تأجيل الجلسة إلى غاية 11 من يوليو من الشهر القادم، وذلك لعدم حضور الدفاع طلب إعلان الشهود. ويواجه المتهم البغدادي الذي شغل منصب ما يسمى أمين اللجنة الشعبية العامة في هذه القضية تهمة حجر حرية مواطن بالقوة والتهديد. أقامت جمعية درنا الخيرية المائدة الرمضانية الثالثة للعمالة الوافدة من العاملين بشركة الخدمات العامة والذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر، وأقيمت المائدة بباحة مسجد أبي بكر الصديق أسهم فيها عدد من المواطنين. وتهدف المائدة بحسب القائمين عليها إلى تقديم يد العون لهذه الشريحة التي لا تزال تقدم خدماتها في المدينة، وتأكيدا على أواصر العمل الإنساني والخيري خلال شهر رمضان. كما وجهت الجمعية نداءها لمختلف الجهات والمواطنين الراغبين في المساهمة في الموائد القادمة إلى مد يد العون. أشهد أن يعد دوري المدينة القديمة من أقدم الدوريات الرياضية في مدينة درنا، والذي انطلقت نسخته الأولى عام 1990، ويحافظ أهالي المدينة على إقامته كل عام من شهر رمضان المبارك، ويشهد حضورا لافتا من قبل الأهالي. مراسل القناة في درنا رصد لنا أجواء دوري المدينة القديمة الرمضانية من هناك. نظمت مفوضية الكشاف والمرشدات بمدينة درنا احتفالية بالمسرح الوطني بمناسبة انتهاء النشاط الثقافي والرياضي الذي بدأ مع حلول شهر رمضان المبارك. كرمت المفوضية خلال الاحتفالية عددا من قادة الكشاف والمشاركين في الأنشطة المتنوعة، كما عرضت خلال الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والإنشادية. لا 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 الفيلم القصير حصلت عليه فرقة رابعة في الحقيقة. اليوم نختم النشاط الرياضي الثقافي الكشافة لنشاط شهر رمضان. النشاط كان متنوع، كان رياضي من كرة قدم وكرة يد وعدة ألعاب جماعية وعدة ألعاب فردية مثل الشطرنج والدامة والسوكر وغيرها، ومسابقات ثقافية مثل الجراد الحائلية. اختتمت بمدينة درنا المسابقة القرآنية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتي يشرف عليها مكتب الأوقاف
برعاية مجلس شورى مجاهدي درنا، أقيمت على هامش المسابقة احتفالية عقب صلاة التراويح بمسجد الصحابة بحضور من قبل الأهالي. كرم خلال الاحتفالية عدد من المشايخ وخريجي دورة الخطابة، كما كرم جميع المشاركين في المسابقة القرآنية في جميع الجوانب، بما تحصل الفائزون بالترتيب الأولى على جوائز نقدية وهدايا قيمة، من بينها سيارة للترتيب الأول. طبعا أقيمت هذه المسابقة من يوم 16 رمضان، وأقيمت في مسجد الصحابة تحت رعاية مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها، واستقبلنا في هذه المسابقة أكثر من 70 أو 75 متشارك في المسابقة، وانتهت المسابقة بحمد الله بدأت بخير وانتهت بخير والحمد لله رب العالمين. كانت المشاركة في هذه المسابقة ممتازة جدا، كانت مستويات المشاركين عالية ورائعة جدا. اختتمت المسابقة هذا اليوم بتوزيع جوائز قيمة على المتسابقين. نسأل الله عز وجل أن تتكرر هذه المشاركات التي فيها الالتقاء بمستوى طلبة مدينة درنا. نسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان ربوع درنا وربوع ليبيا بأكملها. اختتمت ببلدة تكويت بجبل نفوس المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمركز أبي زكريا التكويتي. وحضر هذا الحفل مكتب أوقافنا لوت وتكويت وعديد من الأئمة وخطباء المساجد وأهالي الطلبة، لجانب جمع غفير من أهالي البلدة إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي نالوت. وألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات حث فيها الجميع الطلبة على بذل المزيد من تعليم وتعلم القرآن وأحكامه. قال خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله الطلبة الحمد لله يعني، والحمد لله بفضل المشايخ والأساتذة الذين يعني يدرسوا كتاب الله في هذه المنطقة، المستويات الحمد لله، وخصوص في السنوات الأخيرة بدأ يعني ثمار هذا المركز واضحة عند حد. يحاول قطاع النفط في ليبيا الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية تزامنت مع تخمة المعروض وهبوط الأسعار بشكل ملفت، في وقت لا يلمس فيه المواطن تحسنا في مستوى المعيشة التي تدنت على نحو مثير للقلق. رجعت أسعار النفط بشكل ملفت خلال الثلاث أسابيع الأولى من هذا الشهر، حيث انحدرت الأسعار بنسبة 16% نتيجة الارتفاع المعروض من النفط الخام ومشتقاته في السوق العالمية، مع ازدياد الانتاج في الولايات المتحدة وليبيا ودول قليلة أخرى. خلال الأسبوع الماضي توصلت شركة فينترشال الألمانية للنفط إلى اتفاق مؤقت لتسوية نزاع مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الانتاج في حقلين من المحتمل أن يسهم في زيادة الانتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا. وبالفعل ارتفع الانتاج اليومي للبلاد مبدئيا بمقدار 50 ألف برميل. كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن خطة تطوير من 3 مراحل لرفع الانتاج الليبي إلى 1.32 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2017، وإلى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018، وإلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2023. من جهتها قالت نيويورك تايمز أن هذا النوع من النمو سيتطلب خبرات شركات النفط الغربية التي تبحث عن الاستثمار في ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار والأخطار التي يواجهها عمالها، مضيفة أن عددا قليلا من المسؤولين التنفيذيين للنفط خارج ليبيا متفائلون بأن تلك الأهداف قد يتم التوصل إليها. ورغم جهود إدارة قطاع النفط من أجل الوصول إلى معدلات إنتاج قياسية، فمن المتوقع أن تتآكل إيرادات الدولة الليبية من الصادرات النفطية بفضل هبوط الأسعار الناتج عن تخمة الأسواق العالمية، بحيث لا يلمس المواطن أي تغيير في مستوى المعيشة الذي ناله التدهور بفعل سياسات مالية ونقدية متضاربة بين مؤسسات الدولة المنقسمة على نفسها، التي جعلت آلاف الليبيين يمضون أياما بلياليها من أجل سحب القليل من المال من حساباتهم المصرفية التي أصبحت رهينة المشهد الليبي الزائد تعقيدا يوما بعد آخر.
أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز فجر الأربعاء أمراً ملكياً يقضي بإعفاء محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد وتعيين محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في السعودية وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، وكذلك إعفاء نايف بن عبد العزيز من مهامه ولياً للعهد، كما وتضمن الأمر أيضاً تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم ليكون الحكم للأبناء وأبناء آل سعود. الطفل محمد من الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق، أصغر بائع متجول يبيع عصير عرق السوس المعروف في سوريا، يروي قصته معه ومعاناة أطفال سوريا في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد. السلام عليكم، أنا اسمي محمد خير، محمد خير من الغوطة الشرقية المحافظة. لازم أنا أكون صف سادس، تركت المدرسة لأنه عم يضربنا الطيارة الروسية. عمري 10 سنوات. أنا عايش مثل هالناس حصو، بروح الجامعة معي نهارين بالأسبوع، بروح بسمع قرآن، برجع بشتغل الرسوس لساعد أهلي مشان ناكل. أنا عم بشتغل أنا وأخي من عرق سوس، هي أصغر مني، والحمد لله مضل صايمين للمدرسة، ويعني عم يقوينا رب العالمين. تجينا وجبة أكل أحيانا مطبوخة، أحيانا ما تجينا، منشوف شو في زراعة الغوطة ناكل منها. والآن مع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي لهذا اليوم. قبل ختام السابعة مشاهدينا، تذكير بأبرز ما ورد فيها. مفتي الديار الليبية يدعو الذين يشتمون العلماء بأن يكفروا عن ذلك بالمساهمة في إصلاح حال المسلمين. في بنغازي الطيران الأجنبي الموالي لميليشيات الكرامة يشن 6 غارات جوية على منطقة وصل البلاد. منظمة الهجرة الدولية تؤكد غرق 128 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية. وتابعتم أيضا في جبل نافوسة اختتام المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بمركز التكويتي. أشكركم مشاهدين على حسن وطيب المتابعة، تقبل الله صيامكم، في أمان الله.